الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها. القوات التركية تعبر الحدود السورية إلى جرابلس بمواكبة مجموعات مسلحة وبغطاء من القصف المدفعي والغارات. دمشق تدين التدخل التركي في جرابلس، وأردوغان يعلن أن العملية تستهدف داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. مسلحو الفتح يتراجعون من محيط أم القرع جنوب حلب تحت النار، والجيش السوري وحلفائه يستعيدون أبنية إضافية في 1070. زلزال يضرب مناطق في وسط إيطاليا، 37 قتيلا في حصيلة غير نهائية، وتواصل عمليات الإنقاذ. مرحبا بكم. عبرت دبابات تركية وقوات مشاة خاصة الحدود باتجاه الأراضي السورية عند جرابلس، وقد تزامن ذلك مع عبور قوات من المجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة. الجيش التركي أعلن إطلاق عملية عسكرية باسم درع الفرات، وبالتعاون مع قوات التحالف الأمريكي ضد تنظيم داعش. إلى هذا أعلنت قناة NTV الروسية أن تركيا أبلغت روسيا بإطلاق عمليتها، وأضافت عن مصادر عسكرية أن العملية قد تستمر أسبوعين. مدرعة ودبابات تركية عبرت الحدود السورية وتمركزت في محيط جرابلس. عملية درع الفرات، العملية العسكرية التي بدأتها قوة المهام الخاصة المشتركة في القوات المسلحة التركية والقوات الجوية للتحالف الأمريكي على مدينة جرابلس، في إطار عملية تحرير المدينة السورية الشمالية من مسلحي تنظيم داعش. نحو 250 عنصر من القوات الخاصة التركية ونحو 1000 من الجنود الأتراك والمجموعات المسلحة توغلوا داخل المدينة الحدودية. الغارات التركية انطلقت باكرا ضد أهداف لمسلحي التنظيم في جرابلس بمشاركة طائرات من نوع F-16 تابعة للقوات الجوية. المصادر العسكرية التركية أفادت بأنه جرى قصف عشرات الأهداف لداعش، وبالتزامن مع العملية البرية في سوريا يجري الأمن التركي عملية خاصة في إسطنبول ضد خلايا تابعة لداعش بمساندة المروحيات. أهداف العملية العسكرية التركية هي تأمين حدود تركيا ودعم قوات التحالف في حربها ضد داعش وتأمين وحدة الأراضي السورية، وقد تستمر هذه العملية على مدى أسبوعين لطرد داعش من جرابلس بشكل تام، ومن ثم للتقدم نحو مدينة الرقة بحسب مسؤولين عسكريين. تركيا وأمريكا أعلنت استعدادهما لتقديم أي مساعدة عسكرية ضرورية في عملية تحرير المدينة من مسلحي داعش. هذه التطورات علق عليها رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم على صفحته عبر موقع تويتر بأن تركيا ستخسر في مستنقع سوريا كداعش. أحد وجهاء مدينة جرابلس صبري عثمان أشار إلى أن هناك جثثا عديدة في شوارع المدينة جراء القصف التركي، وفي حديث مع الميادين قال إن تنظيم داعش اعتقل قبل أيام عشرات المدنيين في جرابلس وغادر كثير من مسلحيه المدينة. قامت القوات التركية منذ فجر هذا اليوم وتحديدا بتمام الساعة 3 صباحا بالهجوم والاقتحام على مدينة جرابلس عبر ثلاثة محاور: المحور الأول بلدة كركميش التركية، والمحور الثاني قرية الحجلية، والمحور الثالث قرية الحلوانية، حيث دخلت القوات التركية بكافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات وقامت باغتيال الأهالي وضرب كافة المنشآت الحيوية في المدينة. العشرات من جثث الأبرياء منتشرة في شوارع المدينة ولم يستطع أحد من إنقاذ وإسعاف المصابين. أين هو مجلس الأمن؟ أين هي الأمم المتحدة؟ ما ذنب الأهالي يقتلون بدم بارد من هؤلاء العصابات؟
دمشق دانت عبور دبابات ومدرعات تركية إلى مدينة جرابلس، واصفة ذلك بالخرق السافر لسيادة سوريا. مصدر في الخارجية السورية قال إن محاربة الإرهاب ليست في طرد تنظيم داعش وإحلال تنظيمات إرهابية مكانه، مدعومة مباشرة من تركيا. وأضاف أن محاربة الإرهاب على الأراضي السورية من أي طرف كان يجب أن تتم من خلال التنسيق مع الحكومة السورية والجيش الذي يخوض هذه المعارك منذ أكثر من 5 سنوات. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن عملية جرابلس تستهدف تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأضاف بأن بلاده ستستخدم جميع الإمكانات لحماية وحدة الأراضي السورية. بدأنا في الساعة 4 صباحا عملية عسكرية في شمال سوريا للقضاء على خطر داعش ووحدات حماية الشعب الكردي. كل ما يشكل تهديدا إرهابيا على أمن سوريا وحدودها سنحاربه جيشا وشعبا. إلى هذا دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو المقاتلين الكرد في سوريا إلى العودة إلى شرق نهر الفرات، محذرا من أن تركيا ستقوم بما يلزم إذا لم يجري ذلك. وأكد أوغلو أن بلاده لن تسمح بطرد المواطنين السوريين من بلدة جرابلس، وأن كل المهجرين سيعودون وليس أي عرقيات أخرى. وصف المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي السورية ريدور خليل التدخل العسكري التركي في سوريا بالاعتداء السافر على الشؤون الداخلية السورية. ريدور قال إن المطالب التركية بانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية شرقي الفرات لا يمكن تلبيته إلا من قبل تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة. وينضم إلينا أحد وجهاء مدينة جرابلس السيد منصور علوبة. أهلا بك سيد علوبة، هل لك أن تنقل لنا مشاهداتك من داخل مدينة جرابلس؟ هل بالفعل رصدتم توغلا بريا عسكريا تركيا إلى داخل مدينة جرابلس؟ أهلا وسهلا فيك أنت ديما، الله يعطيك العافية. نحن رصدنا التدخل التركي عبر الحدود من مدينة قرقميش باتجاه مدينة جرابلس، وهناك ما يقارب 1300 مسلح من القوات الخاصة التركية دخلت مدعمة بما يقارب 50 دبابة إلى مدينة جرابلس، ومدعومة بطائرات F-19. والآن تقوم القوات التركية بإزالة الأغرام من المدينة، وهناك قصف مدفعي وغارات جوية على المدينة. إذن سيد علوبة أنت تتحدث عن توغل بري عسكري تركي إلى داخل مدينة جرابلس أم إلى الأطراف؟ وما واقع المدينة من الداخل؟ إلى داخل المدينة، التوغل إلى داخل المدينة. أما وضع المدينة في الداخل فيعيش المواطنين في حالة إنسانية متردية، لا ماء ولا كهرباء ولا غذاء، وحصار مطبق على الأطفال وكبار السن والنساء، لأن جيل الشباب قامت عصابة داعش باعتقالهم، فلا يوجد سوى الأطفال والنساء وكبار السن داخل المدينة. أتتحدث عن حملة اعتقالات من تنظيم داعش للشباب في داخل مدينة جرابلس؟ نعم، قامت تنظيم داعش باعتقال الشباب، وإن عدد السكان الذين بقوا في المدينة ما يقارب 15,000 نسمة، أغلبهم غادر المدينة هربا من بطش داعش. إلى أين يعني تتم الوجهة للمغادرة؟ هناك الواجهة تتقدم باتجاه مدينة الواجهة باتجاه منبج أو باتجاه على اتجاه مسكني والرقة، فمن ثم مدينة الرقة. طيب سيد علوبة، المجلس المدني لمدينة جرابلس كما يتم تسميته، ما هو موقفه وكيف يتفاعل مع هذه التطورات؟ موقفه من التدخل التركي؟ مع المجلس المدني العسكري اللي تم تشكيله لمدينة جرابلس هو من صنع المخابرات التركية والحكومة التركية. أشكرك سيد منصور علوبة، وأنت أحد وجهاء مدينة جرابلس، كنت معنا من هناك عبر الهاتف.
إلى أنقرة وصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار جولة إقليمية. بايدن التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، وتشمل لقاءاته الرئيس رجب طيب أردوغان، وعلى رأس المحادثات الأزمة السورية. مشاهدينا، بطبيعة الحال نحن نواكب هذه التطورات في مدينة جرابلس، والآن سنعرض لكم هذه الصور التي تصلنا بشكل مباشر من مدينة جرابلس التي تشهد منذ ساعات الصباح الأولى ويوم أمس غارات من قبل الجيش التركي وتوغلا بريا إلى داخل مدينة جرابلس في قوات خاصة أيضا تركية ودعم لمجموعات مقاتلة معارضة سورية. في جنوب تركيا قتل 8 جنود أتراك وجرح 8 آخرون في اشتباكات جنوب شرق البلاد. كانت وكالة دوغان التركية قد أفادت بأن الهجوم وقع في منطقة سياحية قرب أنطاليا شهدت هجمات من قبل حزب العمال الكردستاني سابقا. إلى هذا أكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء مباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري يوم الجمعة المقبلة في جنيف، وسيبحثان الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا. في حلب صد الجيش السوري وحلفائه هجوما للمسلحين على تلة إم القرع جنوب المدينة. أظهرت صور بثها الإعلام الحربي فرار المسلحين تحت وابل من النيران التي أصابت خطوط تراجعهم بعد هجوم هو السادس على التلة المهمة. أيضا في حلب أفاد مراسل الميادين باستعادة الجيش السوري وحلفائه عددا من الأبنية في مشروع 1070 جنوب المدينة وسط اشتباكات مع الفصائل المسلحة وقصف مدفعي وصاروخي يستهدف نقاط انتشارهم في المنطقة. Thank you.
للمزيد ينضم إلينا من مدينة حلب مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، كنا نتابع تلك التطورات في 1070، أيضا أما القرع لها أهمية واضحة من خلال تكرار الهجمات لاستعادة السيطرة عليها من قبل المسلحين، ويبرز أيضا محور العامرية. نتحدث عن 3 جبهات، هناك ترابط في الأهمية؟ نعم رامي، فعلا لا يمكن فصل هذه المحاور عن بعضها، محور العامرية، محور تلة أم القرع، إضافة إلى محور 1070. لاحظنا الجماعات المسلحة عندما فتحت يوم البارحة معركة سمتها بمعركة تحرير أم القرع، فتحت معها على الجهة الشمالية لتلة أم القرع جبهة العامرية من داخل مدينة حلب، والهدف طبعا من فتح هذين المحورين في آن واحد هو العمل على إبعاد نيران الجيش السوري عن الثغرة التي فتحتها الجماعات المسلحة باتجاه مسلحيها سابقا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب. أرادت أن تبعد الجيش السوري عن هذه النقاط، لأن محور العامرية في الجهة الشمالية وتلة أم القرع في الجهة الجنوبية تحكمان السيطرة ناريا أو يحكمان السيطرة ناريا على الثغرة التي فتحت باتجاه المسلحين في أحياء حلب الشرقية، وهذا ما أرادت منه الجماعات المسلحة أن تعيد فتح هذه الثغرة وإبعاد استهداف الجيش السوري لهذه الثغرة بالنيران وإغلاقها بقوة النيران. طبعا هي من 4 أيام مغلقة أمام الجماعات المسلحة، ولا يمكن للجماعات المسلحة العبور من هذه الثغرة باتجاه الريف الجنوبي لمدينة حلب أو حتى باتجاه كليات التسليح والمدفعية والفنية الجوية في الجبهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب. كما لاحظتم في الصور طبعا تلة أم القرع تحكم السيطرة ناريا بشكل مباشر على الكليات العسكرية الثلاثة، الفنية الجوية والتسليح والمدفعية، لها أهمية طبعا إضافية على محور العامرية الذي حي العامرية الواقع في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة حلب، ويقع في الجهة الشمالية للجبهة الجنوبية الغربية من هذا المحور. لذلك فتح المحوران في آن واحد من قبل الجماعات المسلحة، طبعا بالتزامن مع صد الجيش السوري طبعا لهجوم الجماعات المسلحة على هذين المحورين. لاحظنا أيضا الجيش السوري عمل على الاستفادة من سحب الجماعات المسلحة المسلحية باتجاه العامرية وباتجاه تلة أم القرع من أجل التقدم في محور 1070 شقة. طبعا هذا التقدم أيضا ليس تقدم عبثيا من قبل الجيش السوري في هذه المباني السكنية الضخمة، وإنما يهدف إلى الوصول إلى مدرسة الحكمة. تمكن الجيش السوري من السيطرة على هذا المحور بشكل كامل سيضعه على مشارف مدرسة الحكمة، أي أنه سيقطع خطوط إمداد الجماعات المسلحة بشكل كامل في من ريف حلب باتجاه الجبهة الجنوبية الغربية، أي قطع خطوط الإمداد حتى باتجاه كليات التسليح والمدفعية والفنية الجوية. لذلك بطبيعة الحال هذه المحاور الثلاثة مرتبطة مع بعضها البعض. طبعا تقدم الجيش السوري في محور 1070 شقة مكنه قبل قليل من التقدم أيضا في محيط تلة أم القرع باتجاه الكليات العسكرية الثلاثة. تقبل الجيش السوري بحسب الخبر الذي ورد تقريبا قبل 10 دقائق من الآن تمكن من التقدم والسيطرة على نقاط في الجهة الشمالية لتلة أم القرع باتجاه الكليات العسكرية الثلاثة بعد انهيار الجماعات المسلحة، وتمكن الجيش السوري من صد الهجوم. تقدمت قوات الجيش لتثبت في نقاط جديدة في محيط تلة أم القرع. كل الشكر لك رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من مدينة حلب. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، قال إن غرفة العمليات الرباعية المشتركة بين إيران وروسيا والعراق وسوريا فعالة منذ نحو سنة ونشطة في بغداد ودمشق. بروجردي أضاف أيضا بأن القرار باستخدام قاعدة همدان لانطلاق القاذفات الروسية هو قرار رباعي اتخذته غرفة عمليات إيران وروسيا وسوريا والعراق. إلى العراق، حيث أفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية المشتركة استعادت جسر الجيارة من تنظيم داعش، فيما تتواصل الاشتباكات في الشارع الرئيسي من ناحية الجيارة. يأتي ذلك بعد تمكن الجيش من تحرير مصفاة المدينة ومحاصرتها لتنظيم داعش في مركز المدينة مع تواصل الاشتباكات في شارعها الرئيسي. مصادر عسكرية أفادت الميادين بأن الهدف هو الوصول إلى مركز المدينة والمستشفى والمجمع حكومي. معنا من العاصمة العراقية بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، يمكن الحديث انه بالفعل وصل الجيش العراقي والقوات العراقية الى المجمع الحكومي في القيارة، وما الذي يعنيه ذلك؟
نعم رامية، بالفعل هو جهاز مكافحة الإرهاب من وصلت قطعاته للمجمع الحكومي وسيطرت عليه، وهي الآن تستهدف تطهير مستشفى القيارة وسط الناحية التي تقع جنوب الموصل مركز محافظة نينوى. وهذا إنجاز، وذلك يعني طبعا رامية أن المدينة قد تحررت وتمت السيطرة عليها عسكريا، خصوصا نحن نتحدث عن معالجة لجيوب متوقعة لداعش في الجزء الشمالي من المدينة. هذه الجيوب هي عبارة عن خلايا لداعش كانت تشارك بعملية عرقلة تقدم القطاعات العسكرية، قطعت عنها الإمدادات من الشورى باتجاه القيارة، وبالتالي هي أضحت أمام خيار واحد، وهو إما المواجهة مع القطاعات العسكرية العراقية أو تسليم نفسها. طبعا هذا الخيار كان صعبا من الناحية العسكرية، على اعتبار أن القوات الأمنية العراقية قررت أن تحاصر مسلحي داعش داخل القيارة بعد نفاذ خيارات فتح منفذ لهروب مسلحيه باتجاه الشمال باتجاه الموصل، لاعتبارات أن هذا المنفذ عندما كان متروكا داعش حاول استخدام قطعات من المسلحين من الشورى باتجاه نهر دجلة وصولا إلى القيارة لإدامة الاشتباك مع القوات الأمنية العراقية، لكن ثبت أن هذه الإمدادات التي وصلت قد استهدفت من قبل سلاح طيران الجيش، أغلقت المنطقة بشكل كامل الناحية. عزز جهاز مكافحة الإرهاب الوجود العسكري في الضفة الغربية لناحية القيارة، كذلك أمن المصفات واندفع باتجاه تأمين الحقول المرتبطة بها إلى الجزء الجنوبي من ناحية القيارة، فيما كانت مهمة استهداف مسلحي داعش داخل المدينة تعتمد على ما يعرف عسكريا بالقصف النقطي، وهو قصف غير مركز يستهدف تحركات داعش المرصودة والمتأكدة منها القوات الأمنية العراقية 100% قبل أن تستهدفها، لأسباب وجود حوالي 50,000 مدني داخل المدينة، والخطة الإنسانية لم تتمكن من أن توجد بندا يتضمن فتح منفذ إنساني لخروج أهالي القيارة، وبالتالي كررت القوات الأمنية العراقية وغرفة العمليات المشتركة التذكير ببقاء المدنيين في بيوتهم وفي الملاجئ. نعم. رفع الرايات البيضاء، عدم الاقتراب من يعني مقتربات الطرق التي يتواجد فيها مسلح داعش. تقريبا بحسب الترجيحات 80% من القيارة محسومة بشكل عسكري، طبعا خلا التطهير الأمني، القطاعات الأمنية سيطرت على المجمع الحكومي تستهدف الوصول لمستشفى القيارة. نعم. وبالتالي داعش كما ذكرنا ربما يحتاج القوات الأمنية العراقية تحتاج ليومين لإنهاء وتقوم الحسم بذلك في القيارة بشكل كامل، وتباشر بعدها وفت بوعدها بأنها ستحرر القيارة قبل عيد الأضحى المبارك. أشكرك جزيل الشكر عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. ارتفعت إلى 37 قتيلا حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا، وبلغت قوته 6.7 على مقياس ريختر. لم يكن فجر سكان بلدة أكومولي وسط إيطاليا اعتياديا، فعند الساعة 3:30 فجرا بالتوقيت المحلي ضرب زلزال عنيف البلدة بلغت قوته 6.7 على مقياس ريختر. الزلزال أدى إلى مقتل وجرح وفقدان العشرات وانهيار بعض المباني في البلدة والبلدات المجاورة، فيما بدأت عمليات رفع الأنقاض للبحث عن مفقودين. بحسب هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، الزلزال وقع على بعد 76 كيلومترا جنوب شرق مدينة بيروجيا على عمق يصل إلى 10 كيلومترات. وحدد المعهد الأمريكي أن الزلزال جاء على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق نورسيا، المدينة الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمال شرق روما، ما أدى إلى اهتزاز بعض المباني في العاصمة لمدة 20 ثانية. مدير الدفاع المدني الإيطالي لم يعطي أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا، معتبرا أنه لا يزال من المبكر القيام بذلك، مرجحا ارتفاع أعداد الضحايا نظرا لوجود الكثير منهم تحت الأنقاض، ولا سيما أن الزلزال وقع فجرا. كما تعلمون في مثل هذه الحالات لا نريد إعطاء أرقام الوفيات الآن، ويجب أن تعلموا أن الطاقم الموجود يتمتع بكفاءة عالية وفي أتم الجاهزية، لكن لدينا بعض الصعوبات في الوصول إلى بعض المناطق ونحن نحاول حل هذا الأمر. الزلزال قطع أغلب الطرق الرئيسية والفرعية للبلدة والبلدات التي ضربها جراء سقوط الأبنية، ما أدى إلى عرقلة عمليات الإنقاذ السريعة. حاكم بلدة أماتريس قال أن أضرارا بالغة لحقت بالبلدة، معللا أن نصف البلدة تقريبا تضرر، كما أكد وجود أشخاص تحت الأنقاض، محذرا من حصول انزلاق في التربة ومن انهيار أحد الجسور.
يذكر أن آخر زلزال شهدته المدن الإيطالية كان عام 2009، وبلغت قوته يوم ذاك 6.3 على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. للمزيد معنا من روما الكاتب الصحفي سيد جمال المحمد، أهلا بك سيد المحمد. هل لك أن تضعنا في صورة الأوضاع، أين وصلت عمليات الإنقاذ، وهل من تعديل في حصيلة ضحايا هذا الزلزال؟ لا تعديل حتى الآن، ما زال في استمرار مكثف من أجل إخراج من تحت الأنقاض، لأنه البيوت بعيدة والعديد من البلدات تم تقريبا تدميرها تدميرا كاملا بسبب البناء القديم الموجود فيها. آخر إعلان جهاز الحماية المدنية في إيطاليا أنه حتى الآن في 38 ضحية، ولكن في احتمال بتزايد هذا الرقم بسبب أنه ما في أي إحصاء للأعداد السكان المتواجدة في المنطقة، خاصة أنها منطقة تعتبر سياحية لهواة السير على الأقدام، تسلق الأجبال، وخاصة أنه العديد من المنازل منبعدة عن أوساط البلدات. وهذا ربما يضعنا في إطار السؤال بالنسبة لعمليات الإنقاذ وتيرتها، هل تسير بطريقة سلسة ويمكن الوصول لكل يعني من هم باقون تحت الأنقاض؟ هو تقريبا الحكومة الإيطالية دعت جميع المحافظات للمشاركة في الإنقاذ وإرسال سيارات الإسعاف وسيارات البحث عن والمساعدة في إنقاذ من هم تحت الأنقاض، بسبب عدم التوصل بسهولة لهذه البيوت المنهارة وللبيوت التي يعني تعتبر أنه الطرق مغلقة بسبب انهيار الجسور وبسبب وجود الدمار بالطرقات. ولذلك تقوم الهيئات الإيطالية بعمل مكثف جدا من أجل الحاق من هم تحت الأنقاض وإنقاذ حياتهم. أشكرك جزيل الشكر سيد جمال المحمد، أنت الكاتب والصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من روما. مع الإشارة مشاهدينا إلى أن هذه الصور تأتينا بشكل مباشر من هذه البلدة في وسط إيطاليا، حيث ضربها زلزال قوي نسبته تقريبا، ونلاحظ حجم الدمار الكبير في البلدة. متواصلون بتقديم الظهيرة فيها أيضا، ولكن بعد الفاصل. الهمامي يقول إن الحكومة التونسية العتيدة ستفشل. مرحبا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين. قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية حمى الهمامي، وفي برنامج آخر طبعة على شاشة الميادين، قال أن حكومة الشاهد ليست حكومة جديدة، بل هي نسخة من الحكومة السابقة التي فشلت في إدارة البلاد. هذه الحكومة ليست حكومة جديدة، إنما ستكون امتداد أو نسخة جديدة من الحكومة السابقة التي فشلت، هي حكومة حزب نداء تونس، حكومة الإخوان أي حكومة حركة النهضة، حكومة الاتحاد الوطني الحر وأفاق تونس. هذه الحكومة فشلت بعد عام ونصف، أغرقت البلاد في أزمة حكم شاملة سياسية أمنية اقتصادية اجتماعية. فأراد رئيس الدولة وهو المسؤول الأول عن حزب نداء تونس السابق، أراد أن يقوم بمناورة سياسية من أجل إنقاذ هذا الائتلاف الحاكم والإيهام بوجود تغيير. بالتوازي القيادي في حركة النهضة التونسية علي العريض قال إن النهضة قررت أن تمنح حكومة يوسف الشاهد الثقة بتركيبتها الحالية رغم تسجيل الحركة لبعض التحفظات. العريض أكد أن البلاد لا تحتمل مزيدا من الانتظار، لذلك يجب أن تبدأ الحكومة عملها في أسرع وقت.
هذا وقد أكدت مصادر خاصة للميادين أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد قرر عدم إدخال أي تعديل على تركيبة حكومته رغم كل التحفظات. حكومة الشاهد ستعرض على مجلس نواب الشعب لتبدأ بعدها بمواجهة ملفات عديدة اجتماعية واقتصادية وأمنية. مراد دلنسي. سواء بتركيبتها الحالية أو بنسخة معدلة، لا مفر لحكومة الشاهد المنتظرة من مجابهة مشاكل متراكمة بعضها يعود إلى ما قبل الثورة وآخر أنتجته أخطاء حكومات الانتقال الديمقراطي. فنسبة البطالة التي ارتفعت بحسب آخر الأرقام الرسمية إلى 15.6% يضاف إليها نسبة التضخم المرتفعة وانحدار قيمة العملة الوطنية. يجب أن ننتظر بعض الوقت لنتعرف على البرنامج المفصل لهذه الحكومة، لأنه ما لدينا إلى حد الآن هي فقط العناوين الكبرى، يعني هي سواء 9 نقاط الموجودة في وثيقة كارتاج أو 5 نقاط التي تحدث عنها السيد يوسف الشاهد. لذلك لابد أن ننتظر هذا البرنامج بشكل مفصل، وربما يعرضه يوم الجمعة في جلسة منحه الثقة. يوسف الشاهد الشاب المتحمس للنجاح فيما فشلت فيه الحكومات المتعاقبة دخل غمار رئاسة الحكومة بفريق مكون من 6 أحزاب ومنظمة اتحاد الشغل النقابية وتطمينات بدعم الحكومة. هنا يتخوف مراقبون من عدم دعم الأحزاب المشاركة الحكومة بشكل كبير للقفز إلى قارب النجاة في صورة الفشل. إذا تعامل واصلت التعامل مع الحكومة كمعنى أحزاب ساقف السلطة وساقف المعارضة، لا نتوقع أن تنجح حكومة يوسف الشاهد، وبالتالي لابد أن تتحمل الأحزاب مسؤوليتها، لأننا شاهدنا منذ الإعلان عن التركيبة هناك أحزاب اليوم لديها وزراء مثل آفاق تونس لديه وزراء في الحكومة الجديدة، لكن في نفس الوقت هو يعلن أنه في المعارضة. بالرغم من العقبات الواضحة أمامه يستعد الشاهد لقيادة الحكومة، حكومة مطلوب منها ما لم تقوى عليه أخرى، وستكون مراقبة من اليوم الأول عن كثب. تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة، حتى أن المعارضة التونسية ومقربين من الحكم لا يترددون في اعتبار حكومة الشاهد الفرصة الأخيرة لإنقاذ تونس من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المترديين. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. بدأت الولايات المتحدة استخدام مروحيات قتالية لاستهداف تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية وفق ما أفاد به مسؤول عسكري. المتحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا قال إن مروحيات سوبر كوبرا التابعة لقوات المارينز انضمت خلال الأيام الأخيرة إلى العملية في سرت. هدمت الجرافات الإسرائيلية 3 منازل في قرية خربة أم الخير جنوبية يطا في محافظة الخليل. مصادر محلية أشارت إلى أن جنودا من الجيش الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على عدد من سكان القرية، كما نفذوا حملة اعتقالات بين صفوف الفلسطينيين. أكد الأسير الفلسطيني بلال كايد ثباته واستمراره في معركة إضرابه عن الطعام التي تجاوزت 70 يوما. كايد وفي رسالة كتبت بخط شقيقه توجه بالشكر إلى كل المتضامنين معه، وأضاف بأنه يستمد قوته وعزمه من دعمهم، كما شدد على أن كل محاولة الاحتلال الإسرائيلي لن تثنيه عن مواصلة معركته، وختم واعدا والدته والشعب الفلسطيني باللقاء القريب والنصر. وفي الضفة الغربية اعتصم عشرات الناشطين الفلسطينيين أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة احتجاجا على عدم القيام بدورها حيال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعلى رأسهم بلال كايد المضرب عن الطعام منذ أكثر من 2 شهر. المحتجون رفعوا لافتات تطالب بتحرك دولي للإفراج عن المعتقل كايد، كما ردد المشاركون هتافات تندد بالدور الأمريكي تجاه قضية المعتقل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. بعد 2 عامين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، لا يزال تهديد الأنفاق يتصدر قائمة المخاوف الإسرائيلية في ضوء العجز عن إيجاد حلول لها. منال إسماعيل.
عامان على عدوان الجرف الصلب على قطاع غزة، ولا تزال الأنفاق التي تحفرها المقاومة الفلسطينية تحفر عميقا في وعي الإسرائيليين قلقا وخوفا بعد أن كلفتهم أثمانا باهظة خلال العدوان. القلق الإسرائيلي ترجم جهودا مكثفة لوقف الأنفاق واستعدادات مستمرة لمواجهة مخاطرها. منذ عملية الجرف الصلب تستثمر إسرائيل مئات ملايين الشواغل في محاولة لمواجهة تهديد الأنفاق، ما يعني تقريبا أننا نخوض الحرب السابقة. آمل أن ينتظم الجيش على نحو يكون فيه قادرا على الوصول إلى هنا قبل وصول الأشخاص الذين قد يخرجون من داخل الأرض. ولمواجهة الخطر المتأتي من تحت الأرض، قرر الجيش الإسرائيلي استخدام منظومة خاصة للعثور على الأنفاق، كما قرر إقامة خط دفاع جديد على امتداد الحدود مع غزة، وهو عبارة عن سور واق بارتفاع وعمق عشرات الأمتار لتصعيب عملية حفر أنفاق إلى داخل المستوطنات. نحن نبني هنا عائقا سيكون مهما وسيصعب الأمر على حماس سواء تحت الأرض أو فوقها. هذه الخطة ستساعد بالتأكيد، لكنها لن تحل المشكلة نهائيا. لدى الطرف الآخر الكثير من الوقت، بالطبع سيكون الأمر أصعب عليهم بكثير، لكنني أعتقد أن التهديد سيبقى. التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه لا حلول مضمونة لتحييد تهديد الأنفاق، وأن أنفاقا جديدة تحفر يوميا تحت الأرض، وأن هناك عشرات الأنفاق الهجومية النائمة التي لم تكتشف بعد. كيف تعامل الفنانون الغزيون مع العدوان الإسرائيلي؟ نتابع ذلك مع أحمد غانم. حضروا فصول الموت مع أهلهم وذويهم خلال العدوان، فصهروا آلامهم ومعاناتهم في لوحات فنية مؤلمة خاطبوا بها العالم بلغة الإنسانية. فنانو غزة يوثقون بريشتهم وألوانهم فصول العدوان ومشاهد الموت ليحركوا من صموا آذانهم وأغمضوا عيونهم عن عذاباتهم. الجانب الإنساني هو أكثر ورقة ضغط ممكن نضغط فيها أو نوصل فيها الرسالة للعالم، لأنه اللي بتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل همجي أو بشكل قاسي ما بقدر نعبر عنه إلا بهذه الطريقة. هو كالوطن الحاضر بتفاصيله في قلوبهم ولوحاتهم. يؤمن الفنانون بدورهم النضالي والرسالي في دعم صمود الناس لرد أي عدوان. إحنا حاولنا نمتن الناس ونعزز الجبهة الداخلية للناس، نوصل معاناتهم وتحديهم العدوان اللي عاشوه برسالتنا بفننا بألواننا بريشتنا بنقاوم. ملثم بكوفيته وآخر يمتشق سلاحه وغيرهما صور لا يمكن أن تغيب عن لوحاتهم. محاولات هؤلاء الفنانين نقل معاناة الناس ودعم الجبهة الداخلية في خلال العدوان عبر الريشة والألوان تلاقت مع محاولات فنية أخرى تدعم المقاومة وتفضح جرائم الاحتلال. مسلسل الفدائي واحد من الأعمال الدرامية التي أنتجت في غزة بعد العدوان، قدم صورة أقرب عن بسالة المقاومة ورجالها في الميدان، ورصد جرائم الاحتلال بحق المدنيين ونقلها إلى العالم لعله يحرك ساكنا. أردنا من خلال المسلسل أن نوصل رسالة للعالم ككل، وخصوصا العالم الغربي إذا كان يرانا ورانا بإذن الله سبحانه وتعالى، أننا أصحاب حق وأننا لا نهاجم أحدا إلا إذا اغتصب حقا من حقوقنا، ونعتقد أن هذا الأمر هو حق من حقوقنا الذي يجب أن يعترف به العالم. ولأن المقاومة لا تقتصر على السلاح، يبذل فنانو غزة قصارى جهدهم في توجيه إمكاناتهم المتواضعة نحو خدمة قضيتهم بالشكل الأمثل. أحمد غنم غزة، الميادين. شوفي يا أوري، ما صوتك طالع؟
والآن إلى اللقفة الاقتصادية في ظهيرة اليوم مع الزميلة إليسار كرم. مرحبا بك إليسار. يبدو استئناف تركيا لرحلاتها من مطار شرم الشيخ المصري له فائدة سياحية على الطرفين ولا تخلو منه أيضا الدلالة السياسية؟ تماما، هو استئناف الرحلات إلى هذا المطار الذي يربط منطقة البحر الأحمر بأكملها، وسيبدأ في أيلول إن شاء الله. تفضل. شكرا لك. أهلا بكم. وافق البرلمان الإيراني على اقتراض 5 مليارات دولار من روسيا لدعم المشاريع العمرانية في البلاد، وقد وافق 148 نائبا فيما رفض 45 وامتنع 8 عن التصويت. المشروع قدمته لجنة الموازنة العامة في البرلمان أواخر العام الماضي بهدف تدعيم البنية العمرانية ومشاريع الطاقة والمياه والسكك الحديدية. تستأنف تركيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ المصري بدءا من 10 أيلول سبتمبر المقبل، ما قد ينعش السياحة في المنطقة المشرفة على البحر الأحمر. وكانت تركيا قد أوقفت رحلاتها أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي إثر تحطم طائرة روسية في سيناء، ما أدى إلى تراجع عائدة السياحة في مصر، وهي من الدعائم الرئيسة للاقتصاد ومصدرا أساسيا للعملات الأجنبية. تراجعت الأسهم التركية أكثر من 2%، كما تراجعت الليرة أمام الدولار مع إطلاق القوات التركية عملية ضد داعش في شمال سوريا، حيث هبط المؤشر الرئيس 2.4%. وبلغ سعر العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية 2.26 قرشا للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية، بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة. قال وزير الطاقة الإندونيسي إن شركة النفط السعودية أرامكو قد تخفض حصتها في مشروع توسيعة مصفات سيلاكاب البالغة قيمته 5.5 مليار دولار، وتأمل إندونيسيا التوصل إلى اتفاق رسمي حول المشروع المشترك أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى جاكرتا في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وفي ظل توقعاتها بنمو الطلب على النفط، تسعى أرامكو لتعزيز استثماراتها في القطاع أو في قطاعات التكرير والبتروكيميائيات في إندونيسيا ضمن خطة أكبر للتوسع في الصين والهند وفيتنام والولايات المتحدة. تخطت أنغولا كل من السعودية وروسيا في تموز يوليو الماضي لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للمرة الأولى في العام الحالي بفضل ازدهار الطلب من المصافي المستقلة في الصين. واستوردت بكين 4,720,000 طن من الخام من أنغولا بما يعادل 1,110,000 برميل يوميا، وبزيادة 23.3% عن الفترة نفسها قبل عام. هبط سعر خام برنت 1.5% بفعل زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، ما جدد المخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق التي كبحت الأسعار على مدى العامين الماضيين. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 74 سنتا إلى 49.22 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 86 سنتا إلى 47.24 دولار للبرميل الواحد. بعد نحو عامين على إقالة المدعي العام الأوكراني بأمر من الرئيس بيترو بوروتشينكو، كشفت صحيفة ذا أتلانتيك عن السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة. وفي مقال يسرد إنجازات جو بايدن كنائب للرئيس الأمريكي، قالت صحيفة أتلانتيك إن بايدن طالب الرئيس الأوكراني أثناء زيارته كييف عام 2014 بإقالة المدعي العام يومذاك فيكتور تشوكين، مهددا بوقف القرض الأمريكي الذي تحتاجه البلاد. ولفتت الصحيفة إلى أن بايدن خاطب الرئيس الأوكراني بلغة فظة ومباشرة من دون احترام لقواعد دبلوماسية وأصول التخاطب. ساهم ارتفاع الصادرات والإنفاق الحكومي والاستهلاك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.5% في الربع الثاني من العام. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في قراءة أولية للنمو أن صافي التجارة الخارجية أضاف 0.5 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث صعدت الصادرات بنسبة 1.2% على أساس فصلي. بهذا الخبر نختم الموجز ونعود من جديد إليك راميا. شكرا لك إليسار.
شهدت العاصمة الإيرانية طهران مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف الإيرانيين. تميزت مسيرة الفرح كما أطلق عليها منظموها بمشاركة الأطفال والعديد من الممثلين الإيرانيين الذين ألف الأطفال أصواتهم عبر شخصيات ودمى حفرت في ذاكرتهم عبر التلفاز. مسيرة الدمى المتحركة هذه جاءت بمناسبة انطلاق أعمال المهرجان المسرحي 16 للدمى المتحركة في طهران. وضمن مسيرة الفرح هذه ننتقل إلى وقفة الرياضة في ظهيرة اليوم مع الزميلة عبير الذوادي. مرحبا بك يا عبير. مساء النور. الفرح أيضا يكلل الأردن مع استقبال كبير لأحمد أبو الغوش الذي حصد ذهبية للأردن هي الأولى في تاريخه. يستحق هذا الفرح صحيح لأنه أدخل بلاده التاريخ عبر ميداليته الأولى. تفضل. شكرا الأكرام. أهلا بكم. استقبال ملكي لأحمد أبو الغوش لدى وصوله إلى العاصمة الأردنية عمان بعد إحرازه ذهبية أولمبية. لاعب التايكواندو أدخل الأردن في القائمة الذهبية للألعاب الأولمبية للمرة الأولى عبر التاريخ. وفد رياضي رفيع المستوى كان في استقبال أبو الغوش وسط أناشيد مرحبة بالنجم الأولمبي. ابن العشرين عاما أعرب عن سعادته البالغة لأنه زرع الفرحة في قلوب أبناء بلده. نجوم فرنسا المكللون بالميداليات الأولمبية كانوا على موعد مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في قصر الإليزي. البعثة الفرنسية عادت أدراجها بمجموع 42 ميدالية بينها 10 ذهبيات. الراية الفرنسية حملها لاعب الجودو تيدي غينار ولاعب التنس البارالمبي ميكايل جيريمياز. أولوند عبر عن افتخار المواطنين بالإنجاز الأولمبي في ريو دي جانيرو. لاعبة الجودو إيميلي أنديول دخلت للمرة الأولى القصر الرئاسي تحدثت عن أهمية استقبال الرئيس لهم والذي شكر البعثة فردا فردا حتى من فشل في إحراز الميدالية. البعثة الأولمبية الروسية وصلت إلى مطار موسكو الدولي بعد مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وكان في استقبال البعثة الروسية الأولمبية في مطار موسكو الدولي شيريميتيفا جمهور كبير من رياضيين ومشجعين وصحفيين. قد احتلت روسيا المركز الرابع في الترتيب العام بالرغم من حرمان بعض رياضيها من المشاركة في الدورة ولا سيما في رياضة ألعاب القوى ورفع الأثقال بسبب المنشطات، لكنها حصدت 56 ميدالية بينها 19 ذهبية. العالم الأولمبي وصل اليوم إلى مدينة طوكيو مضيفة الألعاب الأولمبية 2020. محافظ طوكيو يوريكو كويكي حمل العالم معه من ريو دي جانيرو إلى اليابان بصحبة البعثة الأولمبية اليابانية التي حصدت 41 ميدالية في الريو. الحكومة المحلية ذكرت أنها ستحتفظ بالعلم الأولمبي في مقرها إلى حين وصول راية دورة الألعاب البارالمبية في سبتمبر أيلول المقبل. كما تخطط السلطات اليابانية لعرض العالمين في مناطق مختلفة من اليابان بهدف زيادة الحماسة الشعبية قبيل استضافة أولمبياد 2020. أثارت تصريحات العداء الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. المتوج بفضيتي سباقي 800 متر و1500 متر اتهم اللجنة الأولمبية بتهميشه وعدم مساعدته في التحضيرات والتدريبات.
أسوأ حصيلة تعود بها البعثة الجزائرية في تاريخ الألعاب الأولمبية، وهي عبارة عن فضيتين يتيمتين حصدها العداء توفيق مخلوفي بإمكاناته الخاصة كما صرح. المتوج بالذهب في أولمبياد لندن اتهم القيمين على اللجنة الأولمبية الجزائرية بالتهميش وسوء التحضير، تصريحات فجرت غضبا عارما وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الأشياء من فروض ما تصراش، لأن بصفة عامة كيكونوا ناس ما وشوعيين، ما عندهمش يعني علاقة بالرياضة، ما يعرفوش يعني ما معنى الرياضة. هذا هو سبب الانهيار وهذا هو سبب الفشل. خصصت السلطات الجزائرية ميزانية ضخمة تجاوزت 3 ملايين دولار لتوفير الظروف المناسبة لحصد الذهب في أولمبياد ريو، لكن المراقبين أكدوا أن الأموال استفاد منها بعض الأشخاص البعيدين عن الرياضة. هذه المعلومات دفعت بالسلطات المختصة إلى فتح تحقيق ووعدت بمعاقبة المتورطين. التصريحات نتاعو كانت نوعا ما متسرعة ولا تخدم الرياضة الجزائرية ولا تخدم حتى المسؤولين الجزائريين كذلك، لأن ليس كل المسؤولين فاسدين، فهناك مسؤولين إن كانت الأقلية يخدموا ويعملوا ومتطوعين وعندهم يعني روح المسؤولية وحب الوطن، فبالتالي لم الجميع ووضعهم يعني في قفة واحدة، هذا يعد تصرف غير مسؤول. أثنى رئيس الحكومة الجزائرية على أداء العداء الجزائري الوحيد المتوج بثلاث ميداليات أولمبية توفيق مخلوفي، الذي كشف النقاب عن عصابات تتاجر بالمواعيد الرياضية العالمية على حساب الرياضيين الشباب. تصريحات مخلوفي استنفرت السلطات العليا في الجزائر، عقوبات ومساءلات تنتظر البعثة الأولمبية التي أخفقت رياضيا وتنظيميا في مساعدة الرياضيين الجزائريين لتحقيق ألقابهم. فساد ومحسوبية في بلد ينتظره تحدي إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021 بمدينة وهران غرب الجزائر. سمع عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. لأنه متأكد من براءته وأنه ليس فاسدا ولأنه مقتنع بأن أدلة تدينه، يخوض رئيس الفيفا السابق سيب بلاتر معركته القانونية الأخيرة. يعلم العجوز السويسري أنه لن يعود إلى منصبه مجددا وأنه لن يزاول العمل الإداري في كرة القدم بعد اليوم. ابن 80 عاما سيمثل شخصيا أمام محكمة التحكيم الرياضي غدا للدفاع عن نفسه من تهمة دفع مبالغ غير مشروعة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني موقوف بدوره، ويتوقع أن تنتهي المداولات القانونية في المحكمة خلال يوم واحد، لكن القرار النهائي لن يصدر قبل عدة أسابيع. وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز الرياضي، والآن عودة إلى الزميلة رامية. كل الشكر لك يا عبير. وصلنا إلى ختام الظهيرة، نذكركم بعناوينها. القوات التركية تعبر الحدود السورية إلى جرابلس بمواكبة مجموعات مسلحة وبغطاء من القصف المدفعي والغارات. دمشق تدين التدخل التركي في جرابلس، وأردوغان يعلن أن العمليات تستهدف داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. مسلح الفتح يتراجعون من محيط أم القرع جنوب حلب تحت النار، والجيش السوري وحلفائه يستعيدون أبنية إضافية في 1070. زلزال يضرب مناطق في وسط إيطاليا، 37 قتيلا في حصيلة غير نهائية، وتواصل عمليات الإنقاذ. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى متابعة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. لدينا المزيد من الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.